السلام عليكم. كنت المحاس في عمل الروح التمبليت عشان تسأل عن الشغل. لما تيجي تعمل تمبليت، انت دلوقتي محتاج ان انت تعمل تمبليت عشان تشتغل. ما عنديش انا هنا تمبليت كهربا، ما تبداش من الصفر، يعني ما تقولوش نان وتقول له انا عايز اعمل تمبليت وتبدا من الصفر، ياخد منك وقت كتير قوي. لا، شوف اقرب تمبليت ليك، مثلا الميكانيكال اللي قريب من الكهرباء، وابدا اعدل عليه لحد ما يوصل للي انت عايزه. برضه لما يكون عندك فيو تمبليت، ما تبداش من الصفر، لا شوف اقرب فيو عندك او فيو تمبليت عندك، وابدا اعدل فيه لحد ما يوصل للي انت عايزه. ما تبداش من الصفر، هتقول مثلا انا عايز اعمل مانج، وتبدا تشوف فيو تمبليت كويس وتبدا تعدل فيه لحد ما توصل للي انت عايزه. تاني حاجه، في حاجه اسمها ان انا احط حرفين قبل الحاجه اللي انا عايزها عشان يسهل عليا، يعني ده مثلا اي ار اعرف ان ده معماري، فده يسهل عليا الشغل. ولو في اي حاجه سبيشال بحطها بعد كلمه الكلمه اللي انا عايزها، يعني مثلا عندي شيت هنا حط الاي ار قبليها وحط اللي بعديها وصف للحاجه. برضو هنا انا مقسم هنا الوول اللي اي دبليو انتريور وول، وهنا اي دبليو اكستريور وول، فكده خلاص بقى عندي عوده داخليه وحوادث خارجيه. اول ما اعمل سيلكت على العنصر اعرف نوعه ايه، وبعمل برضو في قلب الليجن توصيف للحاجات اللي انا شغال عليها على اساس ممكن حد يجي بعديه فيتوه، فيبقى عارف ان الاي دبليو دوت 05 دي بتساوي 100 ملليمتر سيك سوليد بلوك وهكذا.